حضرتك أن توجز لنا أهم ما دار في الاجتماع الذي حدث بين العراق والكويت هذا اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم. الاجتماع لا زال قائما لحد الآن، وهو اجتماع طويل وفيه لجان متعددة، يعني هناك ملفات عديدة تتجاوز 15 ملف، كلها تتحدث عن رؤية جديدة لعلاقة شراكة مع الكويت. الوفد الكويتي جاء يحمل معه تصميما قويا جدا يقابل التصميم العراقي، بأن هذا اليوم يجب أن ننجز رؤية لحل الملفات، كل الملفات العالقة، وأن تتوج بزيارة لرئيس الوزراء الكويتي إلى العراق للتوقيع على الاتفاقات النهائية. ما حدث اليوم الحقيقة هو مقاربة لكل الملفات، سواء الحدود، الموضوع التعويضات، موضوع المياه، ترسيم الحدود البحرية، الحقول المشتركة، البيئة، النقل، كل هذه الملفات التي تشغل والتي تحملها العراق وتحملتها الكويت أيضا، وهناك قرار شجاع من الطرفين. وهذه الأجواء دعوة من رئيس الوزراء العراقي إلى الأخوة الكويتيين، وكذلك الوفد الكويتي يحمل هذا التوجه بأن يجب أن ننجز اليوم الملفات ونعطي رؤية لحل جذري، ننتهي من مخلفات الماضي الذي يلقي بظلال على العلاقة مع الكويت. نعم. مثل على سبيل المثال، لدينا اتفاقية سنة 64، اتفاقية اقتصادية موقعة مع الكويت ولم تجدد. نحتاج إلى اتفاق تجاري الكويت. طيب دكتور ليتوقف قليلا، أهم لو سمحت لي دكتور للكويت أيضا. نعم دعنا